تعد قرية الغبيرة من القرى الجبلية في ولاية صحم، حيث تبعد عن مركز الولاية بحوالي 35 كيلومتراً، وتقع بين أسفل الجبال والوادي، مما يجعل طقسها بارداً خلال فترة الشتاء، كما تحوي القرية على البيوت الأثرية القديمة. يوجد في قرية الغبيرة عدد من المواقع الأثرية، منها ما يسميها الأهالي حصاة الكتابة، حيث تحتوي على نقوش وكتابات قديمة غير مؤرخة. ويعمل الأهالي في القرية على تربية الإبل العمانيات الأصايل، حيث يتوارثون هذه المهنة من الأجداد لما فيها من خير لهم، هذا بالإضافة إلى رعي وتربية المواشي للاستفادة من حليبها ولحومها والمتاجرة بها لتكون مصدر دخل إضافي للأسر. قرية الغبيرة الريفية الوادعة بين الجبال وظلال السمر والسدر، مكان هادي وطيب وأهل كرماء.